سؤال مهم جدا، وانت طبعا بتتولى المهمة طبعا كنت متخيل ان الزمالك هيقدر يفوز بالدوري والكاس، وان الادارة تلبي لك احتياجاتك وتجيب لك محترفين، وانك ما هو حتى لو جبنا محترفين وكل الكلام ده، كنت متخيل انك هتفوز بالثنائية؟ بص، هو اكتر المتفائلين طبعا ما كانش يتخيل ان بالظبط. احنا نخش المربع، يعني مش حق ربي ما نخش المربع يعني. فانا بس كان كل همي في الفتره دي ان انا الاول، لان ده في الاخر يعني بعدك الناس ما كانتش لسه تعرف النظام الدوري السنه دي، ده الدور ده الترتيب ده الاول زي السابع زي الاخير زي الثامن، ما فيهاش مشكله خالص، لان كلنا برضك هنطلع تاني في الدور اللي بعديه، وان هيبقى بالظبط. في مقصات كده. فانا كان كل همي ان انا اطلع الفرقه من الكبوه اللي هي فيها، واعليهم معنويا نفسيا، لان انت ما بتمرنيش، ما عندكش تمرين، انت بتلعبي كل يوم مباراه. فكل الموضوع ان انت تقدري ازاي تلعبي على الحته النفسيه للعيبه، والحمد لله قدرنا نلعب على ده كتير جدا مع اللعيبه. اما توليت تاني يوم كان عندنا ماتش مع بتروجيت، خسرنا اول مباراه 3-2، بس اللعيبه عملت مباراه هايله، الناس كلها اشادت بالفرقه بالمستوى. تاني يوم على طول كان مع الجيش، كسبنا 3-0، ومن هنا بدانا بقى سلسله الانتصارات. قعد معايا الاستاذ احمد مرتضى، فاتكلم معاه على الفرقه واحتياجات الفرقه، وقال لي احنا عايزين ناخد دوري وعايزين ناخد بطوله. قلت له بص يا استاذ احمد، يعني لازم نعرف فين الاخطاء اللي احنا عايزينها نصلحها. انا مش هضحك عليك اقول لك انا اخد بطوله، لان انا بضحك على نفسي وبضحك عليك وعلى مجلس اداره. عايز تاخد بطوله لازم تدعيم، غير كده يبقى احنا مش هنعمل حاجه. فقال لي طب ايه المطلوب؟ قلت له لازم نجيب 2 محترفين، واثنين محترفين على اعلى مستوى، مش 2 محترفين وخلاص، هم دولت اللي يقدروا يبقى في منافسه مع الاهلي. لان الاهلي الفتره الاخيره السنوات الاخيره كلها كان بيستغل ان مجلس الاداره كان ما فيش استقرار عندنا في النادي، فكان اي لعيب بيظهر في اي حته في مصر كويس بياخده. فهو فضي كل اللعيبه في حواليك، يعني تيجي تفكر تجيبي مين في مركز 4 في مصر؟ ما بتلاقيش، كلهم في الاهلي. مين سنتر عنده ال4 سناتر بتوع منتخب مصر؟ عنده ال2 المعدين بتوع منتخب مصر اساسا، عنده ال2 الاوبز بتوع منتخب مصر. فانت بتلعبي منتخب مصر مش بتلعب الاهلي.